ممكن اقول grilled meat لحمه مشويه يبقى grilled. طب انا لو عايز فراخ مقليه يبقى fried chicken. اوكي طيب عندي liver steak معناها شرايح الكبده liver steak. طيب عندي محشي. يعني ايه محشي بالانجلش؟ stuffed. طيب انا عايزه احددها، عايزه اقول محشي كرنب يبقى stuffed cabbage. طيب محشي بتنجان stuffed eggplant. طب انا بحب الحمام المحشي يبقى stuffed pigeon. تمام كده. طيب لو انا عايز اقول سلطه خضراء يبقى green salad. وعايز شوربه فراخ chicken soup. عايز مكرونه pasta. طيب السؤال المشهور في المكرونه بيخش عليك ويقول لك عايزها white sauce معناها مكرونه بيضه او بالصلصه البيضاء الصوص الابيض، tomato sauce or red sauce او مكرونه بالصلصه الحمراء. يبقى انا عندي white sauce red sauce. So I can say white sauce pasta معناها مكرونه بيضاء white sauce pasta، او اقول red sauce pasta. طيب ايه تاني؟ طب انا لو عايزه اقول كوارع، يعني ايه كوارع بالانجلش؟ في اصلا كوارع بالانجلش؟ يس في، اسمها knuckles. طب ليه انا مش نطقت الكي اللي في الاول؟ لو عندي كي وبعديها ان دايما مش بنطق الكي فبقول knuckles زيها زي I know اللي هو انا اعرف I know، يبقى knuckles كوارع knuckles. طيب لسان عصفور او المكرونه الشرايط دي اسمها noodles، ودي هتلاقيها في اي منيو بتاع مطعم noodles. طيب عايز اقول مثلا شوربه mushroom soup. تمام. يبقى انا عندي grilled معناها مشوي، fried معناها مقلي fried. طيب عايزه اقول محمر في الفرن اسمها roasted. يبقى انا عايزه اقول بط محمر مثلا يبقى اقول roasted duck. صينيه بطاطس في الفرن اسمها baked potatoes. طيب فراخ سوري بطاطس محمره french fries. ساعات بقولها فرايز بس fries french fries. تمام. طب تيجي نعمل الاوردر كده على بعض. what would you like to have ma'am؟ تطلبي ايه مام؟ اوكي I'd like white sauce pasta with grilled chicken, green salad, chicken soup. And what about drinks؟ طب بالنسبة للشرب what about drinks؟ I'd like a cup of Nescafe, a cup of coffee, or I can say soft drink معناها مشروبات غازية كولا بيبسي. It's called soft drink. Do you like mineral water؟ عايز مياه معدنية mineral water. No thanks. طيب what about desserts؟ محدش يقولها dessert، هي desserts معناها الحلويات. what about desserts؟ عندي rice pudding معناها رز بلبن rice pudding. طيب عندي chocolate cake. cheese cake. fruit salad or ice cream. لو هقول ice cream يبقى انا في سؤال تاني هيتسألي على طول بالظبط اسمه which flavor نكهة ايه نكهة. يبقى ممكن اقول strawberry ice cream فراولة strawberry، chocolate ice cream، vanilla ice cream. يبقى انا عندي strawberry vanilla chocolate mango. اوكي طيب ده بعض الاكلات، بس هنكمل بعد كده في الفيديوز اللي جايه باقي الاكلات، وهنتكلم عن الفيجيتابلز والفروتس ان ديتيلز. مستنيه تعليقاتكم على الفيديو وشير كتير عشان نعلم الناس كلها ازاي تتكلم وهي قاعده في مطعم. سي يو.